إلى التفاصيل. فريق الزمالك فاز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2، وده في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أما فريق الاتحاد السكندري فقد حقق الفوز على فريق فاركو بهدف نظيف، وده في المباراة اللي جمعتهم في استاد برج العرب في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. فريق بتروجيت تعادل مع فريق بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد الدفاع الجولي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في الموسم الجديد. أما فريق الأهلي فقد اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 8 مساء على استاد السلام. خد الفريق ميران اليوم بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها، وبدأ الميران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ثم فقرة بدنية بجانب ميران قوي لحراس المرمى. فريق بايرن ليفركوزن تعادل سلبيا مع فريق شتوتغارت في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. يحتل بايرن ليفركوزن المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة، أما شتوتغارت فيأتي في المركز السابع برصيد 13 نقطة. رابطة لاعبي كرة القدم للمحترفين كشفت عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، واللي شهدت وجود نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن اليوم الجمعة أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي روبرت أموريم مدير سبورتنج لشبونة البرتغالي، وده خلفا للهولندي إيريك تين هاج اللي تمت إقالته مؤخرا. وقع المدرب مع مانشستر يونايتد حتى شهر يونيو لعام 2027 مع خيار التمديد لعقد عام إضافي. وبكده خلصت نشرتنا الرياضية، نعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بصحبة محمد الشاذلي مدير الشرف. شكرا لك يا مصطفى.